كل حاجة إلا روان مي. أوكي كنت نايم واحد دوام الآن، لكن نزل فوقت الرياكشن إن شاء الله المرة الإمارات. أنا بكرة بإذن الله تعالى ينزل لها الشرح المفصل، الإنفوغرافيك بينزل في منتدى القناة، فأدخل القناة وبتشوفه في المنتدى، أو تدخل عندنا الديسكورد الآن بتشوفه موجود في الشاشة الآن، أضغط عليه وتقدر تدخل الديسكورد على طول، وبتشوف عندنا في شروحات ستير ريل أن عندنا شرح كامل إنفوغرافيك لروان مي، وبتشوفون إيش هو اللي تشوفونه الآن في الشاشة. أوكي الزبدة، يلا يلا المرة الإمارات أنا بنتظر خلنا نشوف. يقول لك in all does life flow، يقول لك في الكل الحياة فيهم او شيء زي كذا. زلا يلا يلا بسم الله بسم الله. يا عمري يا عمري وربي متحمس. ترى اسمعون او ميوزك سوفت ويند باكنز ذا ايرلي سبرينج. اه الصوت اوه قصدي ايش اسمه صوت الميوزك مره حلو. واو ذا تشيلي ويك فروم راست. الله لا جد الميوزك حلو، لا جد الميوزك حلو. وير از ذا هوم اي مس اونلي ريممبرد. او ماي جاد الجودة صافية مرة. يا عمري يا عمري الفخامة، يا عمري الفخامة مع دخلة الميوزك. يا لبي بيبي بيبي عوضوني عوضوني حقت أرجنتي أرجنتي. لو ترجعون تشوفوا الرياكشن حقيقي كان كل شيء حلو، والميوزك كل شيء مرة جامد ما عدا دخلة الميوزك في وقتها، لكن هنا ضبطوا أمها تسسع ولا لا دخول كذا وهي تتكلم. واو عشرة على عشرة عشرة على عشرة. أوكي آخر مرة وعد أوكي بعدين عشان واو جميلة يا أخي سلاحها مرة جامد. واو أحب كيف إن عندها جينات أو شيء زي كذا أو DNA RNA الزبدة إنها شيء عن الحياة كذا، فهي تعرف نقطة الضعف عشان كذا هي صارت قوية في البريك. الكرت حقها تقريبا ميك سنس يعني. Sometimes waiting around is also a change. واو سوارمز سوارمز الجديدة الكوانتم. ياه يا اخي يا اخي البوس ده متحمس له، انا متحمس انه يعنفني انا عارف. بس طبعا اكيد بتكون نقاط ضعف الاساسية انه بيكون في بريك عشان هي البريك. ذات سو كول يا عيلي يا سوارمز الخطير. ازيك يطلع وراها احب كيف انه اذا تلمس اي سترينج او اي كذا مش ما اعرف يسمونه والله وتر، لما تعرف اي لما تلمس اي وتر على طول يلمع. واو يا الديزاين دي كان هذا الكوانتم، هذا الكوانتم سوارم صح. والله العظيم انا سوار. واو جميل او ماي جاد او ماي جاد الفريم مره جميل. عيني ايش استريل على الديزاين حقها اللي موجود في سبلاش ارت حقها. واو فيري كول بسيط لطيف مره 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 يعني خفيف. التريلر ما اقول لكم هو الافضل، لا هو ما هو الافضل كليا، لكن احب كيف النظام انه مره مره يعني كذا شبيك منه بسيط وكذا وراقي، تحسونه راقي مره راقي مره. وطبعا ارقى حاجه شوف او ماي جاد هذا ارقى حاجه واقوى حاجه هذا 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 هذا, 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 هذا. لما يجب عليها كذا الان وبين بعينها كذا، بس الله منها ما هي متفاجئه عادي عندها متجهزه، وفجاه السوارم كينج بوم. يا لبي يا لبي 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 سو كول سو كول.
نايس نايس. لا 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 صراحة أنا مرة 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 متحمس لهذا التحديث. التحديث هذا بيكون فيه أشياء كثيرة إن شاء الله اللي بنزل عنهم كلهم بإذن الواحد أحد. عندي طرق جديدة مثل ما حطينا لنا الأهداف. إذا أنت حضرت البث حقتي لا تنسون أن بكرة إن شاء الله بيزل لكم الشرح كامل المفصل لروان مي. الإنفوجرافيك الآن موجود جاهز في الديسكورد. حياكم الله بالديسكورد مثل ما قلت لكم. كما أنه بكرة إن شاء الله على الساعة 7 بتوقيت السعودية نسوي بث مباشر ونسوي سحبات على روان مي ونجربها إن شاء الله ربي يرزقنا إياها. وإذا أحد يبغى ينتظر لذيك الفترة أنا أقدر أسحب لك بحسابك. حياكم الله يا مرات. أحبكم كثير وأشوفكم إن شاء الله في هذا الفيديو.